عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. فيديونا اليوم راح نتكلم فيه عن الخبر اللي وصلنا عن طريق موقع المحترفين العراقيين، واللي مفاده انه اللاعب علاء عباس قريب من الانتقال الى الدوري الجزائري، وعنده عروض باحد الاندية الجزائرية او ناديين اللي هم شباب بلوزداد والنادي الاخر اتحاد العاصمة الجزائري. مو بس هيجي، وانما اللاعب علاء عباس عنده عروض بالدوري السعودي والدوري القطري. قبل ما نبدا الحلقه اتمنى وعدكم تعمل القناه بلايك وسبسكرايب، ويلا خلينا نبدا. اصدقائي، لو سالتوني وين تفضل ان ينتقل علاء عباس راح اقول لكم دوري اوروبي بالتاكيد، لكن من بين الثلاث دوريات اللي ذكرتهم ببداية الحلقة، دوري جزائري، سعودي أو قطري، أنا بكل أمانة أفضل أنه ينتقل للدوري الجزائري لأسباب عدة. الدوري السعودي دوري قوي، لكن حاليا الدوري السعودي يبحث عن اللاعب الجاهز. يعني أنت إذا تريد تروح تحترف بالدوري السعودي لازم تحترف بثلاث أندية أو أربع أندية كبرى، أندية المقدمة، وهذه الأندية حاليا تبحث عن اللاعب الجاهز، اللاعب اللي يقدم لها، لأنه حاليا الدوري السعودي دوري قوي ملتهب، هواية بمنافسة، هواية بجدية. فأي نادي من أندية المقدمة لازم يروح لها لاعب جاهز. أما إذا تريد تروح للدوري السعودي وتلعب بأندية عادية فهذا الاحتراف ما راح يعتبر احتراف جيد بالنسبة للاعب العراقي، حتى وإن كان الدوري السعودي دوري قوي. من ناحية أخرى، الدوري القطري إذا أريد نكون واضحين ونتكلم بصراحة، من بعد يونس محمود ونشأت أكرام، الدوري القطري صار يأكل باللاعبين، وأيضا يبحث عن اللاعبين الجاهزين وعن النجوم وعن يعني نوعا ما. غالبا أنا أشوف أنه تحولات الدوري القطري صارت كلش كبيرة. الدوري القطري صار يجيب لاعبين من أوروبا، وحتى اللاعبين من أوروبا ما يصبر عليهم، وأعتقد أنه آخر شيء مانزوكيتش من جابه للدحيل ما صبروا عليه وفسخوا عقده قبل البارحة أو أول بارحة فسخوا عقده. فأيضا الدوري القطري صار يدور لاعب جاهز، لاعب يلعب لسنتين يؤدي أداء وبعدين الله ياك. بينما إذا تقول لي دوري جزائري، الدوري الجزائري أفضل على هذين الدوريين لعدة أسباب. من عدها الدوري الجزائري دوري تسويقي، يعني اليوم يشتري من عندك لاعب ممكن يسوق لفرنسا، يسوق لأوروبا، يسوق حتى لو للدوري التونسي عند الترجي خصوصا، لأنه أكو علاقات كبيرة ما بين الدوري التونسي والترجي ولاعيبة الأندية بالجزائر. وإذا تلعب بالترجي يعتبر احتراف جيد جدا ومميز. مو بس هيك، إحنا كل طموحنا أنه يكون الدوري الجزائري هو دوري يبني اللاعب، لاعب مثل علاء عباس بعد عمره 22 سنة ينبني به اللاعب، ومن عد الدوري الجزائري ممكن يروح إلى دوري أوروبا، وهذا شيء جدا بسيط بالنسبة للدوري الجزائري، لأنه أغلب المواهب الجزائرية تبدي أول شيء بالدوري الجزائري وتعبر من الدوري الجزائري إلى أوروبا. ففكرة ذهاب علاء عباس والاحتراف بالدوري الجزائري هي فكرة جيدة ومميزة للاعب علاء عباس. لكن خلونا نركز بالخبر اللي نشره موقع المحترفين العراقيين، واللي قال فيه أنه علاء عباس عنده عرضين أو يتنافس عليه ناديين من الجزائر اللي هم شباب بلوزداد ونادي اتحاد العاصمة. بالتأكيد الكل يعرف انه نادي اتحاد العاصمة نادي كبير، نادي عنده تاريخ كبير بالدوري الجزائري، يعني اللعب لهذا النادي يعتبر شيء جيد. بالإضافة الى شباب بلوزداد بالسنين الأخيرة تقدم أداء جيد، وهذا الأداء اللي يقدمه خلاه يتأهل الى دوري أبطال أفريقيا. يعني الموسم الجاي شباب بلوزداد يلعب بدوري أبطال أفريقيا. هذا النادي تقدر تقول عليه بالسنين الأخيرة بدأ يصرف الأموال على مود يحسن الواقع عند واقع كرة القدم بالنادي، وبالفعل بآخر سنة أو سنتين تحسن الواقع الرياضي لهذا النادي بحيث أصبح يشارك بدوري أبطال أفريقيا، ودوري أبطال أفريقيا يحتاج للاعبين، يحتاج لدكة، فلهذا هاي الأندية تفكر بشراء بعض اللاعبين. إذا تكلمنا بالدوري الجزائري، باعتباري أتابع الكرة الجزائرية وعندي بعض المعلومات عن الدوري الجزائري وعن المنتخب الجزائري، لأنه دائما أيضا أسوي حلقات عن الكرة الجزائرية، فإذا شوفون هسه متابعين يكتبون اللي هذول فعلا من الجزائر، لأنه عندي فيديوهات كاملة عن المنتخب الجزائري وعن بعض الأندية الجزائرية، فشفتهم يعلقون وبعض العراقيين عبالهم انه هذول مو جزائري. لا فعلا هم متابعين من الجزائر، تحياتنا لهم، ونقدر
من خلال هذا الفيديو. إذا كانت معلومة عندي مو مضبوطة ممكن أنه يصلحونها حتستفادون من تعليقاتهم. بالنسبة لي اللي أعرفه وحسب اللي شفته أنه اتحاد العاصمة، نادي اتحاد العاصمة، قبل أسبوع تقريبا أعلن بشكل رسمي التعاقد مع رأس حربة جديد. هو اللاعب أسامة عبد الجليل اتعاقدوا وياه وأعلنوا هذا العقد بشكل رسمي. يعني الفكرة أنه اتحاد العاصمة حاليا عندهم رأس حربة واحد، ممكن علاء عباس يجي مكمل لهذا اللاعب، ففرصة علاء قد تكون متوسطة. نادي اتحاد العاصمة قد يكون الخبر صحيح وقد يوقع إلى نادي اتحاد العاصمة، لكن اللي خلاني شوية مرتبك لأنه نادي اتحاد العاصمة قبل أسبوع أعلن صفقة رأس حربة جديد، فعلى إذا راح لهذا النادي راح يكون يا أما المهاجم الثاني اللي يعوض رأس الحربة اللي اشتروه أسامة عبد الجليل، أو قد يكون هو اللاعب الأساسي الأول، الله أعلم. الفكرة أنه إذا راح لاتحاد العاصمة راح يلاقي منافسة شرسة على اللعب بالمركز الأساسي. بالإضافة إلى هذا عندهم لاعب آخر اللي هو بن شاعة، هذا لاعب معار، ففكرة رجوعه إلى اتحاد العاصمة بهذا الموسم أعتقد غير موجودة. يمكن النادي اللي أخذها إعارة راح يفعل بند الشراء، فكل المعطيات اللي أشوفها تخلي فرصة انتقال علاء إلى اتحاد العاصمة خلينا نقول 50 إلى 60% قد تكون فرصة حقيقية إلى، ويستاهل أن يروح إلى نادي كبير مثل اتحاد العاصمة. أما النادي الثاني المهتم حسب موقع المحترفين العراقيين فهو شباب بلوزداد. نادي شباب بلوزداد نادي جيد، نادي قابل أن يطور اللاعب، خصوصا بالسنة الأخيرة بدأ يصرف على مود يوصل إلى مراحل متقدمة بالدوري الجزائري. شباب بلوزداد حاليا يشارك بدوري أبطال أفريقيا، وهذا الشيء اللي يخليهم يتعاقدون مع لاعبين جدد، لاعبين قد يكون عندهم مهاجم أو مهاجمين، لأنه حيلعبون دوري جزائري ويلعبون دوري أبطال أفريقيا. لكن اللي يهمنا أنه شباب بلوزداد بشهر الواحد الماضي أعلن التوقيع مع مهاجم رأس حربة اللي هو محمد أمين سويبع. هذا اللاعب قبل 6 شهور وقعوا معاه، وتعرفون أزمة الكورونا يعني لحد الآن ما مثل النادي، يعني بالمختصر نعتبره توقيع جديد للنادي. ففكرة ذهاب علاء عباس إلى نادي شباب بلوزداد أيضا راح تكون هناك منافسة، يعني علاء عباس لو وقع مع شباب بلوزداد لازم يعرف أنه أكو مهاجم جديد أيضا رأس حربة راح يكون منافس إله. هذا حال الفريقين اللي مقدمين عرض رسمي إلى اللاعب علاء عباس حسب موقع المحترفين العراقيين. فعلاء عباس قبل ما يروح لازم يعرف أنه راح تكون عنده منافسة، لكن هذه المنافسة قد توصل للعالمية، لأنه المنافسة بالدوري الجزائري بين المهاجمين تعتبر منافسة جيدة ومميزة ونوعا ما تحدي جديد لعلاء عباس. هذا اللاعب اللي عمره 22 سنة وممكن يتسوق من خلال الجزائر إلى أوروبا. هذا جزء من الفيديو هو المشجعين الجزائريين، راح أتكلم به عن دقيقة واحدة أو دقيقتين عن اللاعب علاء عباس. علاء عباس أهم ما يميزه أنه لاعب منضبط، لاعب مهما كانت النجومية حول الدور حوله لكن هو ما يبحث عن النجومية. يعني على سبيل المثال علاء عباس سجل لنا هدف يسجل بتاريخ العراق ضد المنتخب الإيراني بآخر دقيقة، يعني هذا الهدف لو أي لاعب مسجله كان تشوفه وصل للسماء، لكن علاء عباس إنسان متواضع، أهم شيء بيه أنه إنسان ملتزم، من راح للكويت الكويت احترف مع الكويت الكويتي ظل ملتزم وياهم بعقد، وصرح بأحد التصريحات قال أني ملتزم مع الكويت الكويتي حتى لو ما دفع لي فلوس شهر أو شهرين، لأنه أنا عندي اتفاق وياهم وصارت أزمة الكورونا وأني من عندي إذا رجع الدوري الكويتي مستعد أنه أمثل نادي الكويت الكويتي مجاني بشكل مجاني. إذا سألتني عن مركز علاء عباس اللي هو رأس حربة، بالسنين الأخيرة رأس الحربة الكلاسيكي هذا اللي بس ينتظر الطوبة ويترجم جهد اللاعبين ويقول، يمكن من 10 سنين ما شايف هيك لاعب، اتطور مفهوم رأس الحربة وعلاء عباس أجاد هذا التطور. يعني علاء عباس تشوفه بالهجمة بالارتداد الدفاعي الصالح النادي مالته تلقاه موجود يوصل خط الوسط يدافع، بالارتداد الهجومي مميز. علاء عباس ميزته أنه يلعب باليمنى واليسرى، بالقدم اليمنى واليسرى، وعنده تسديدات رائعة ومميزة. علاء عباس أيضا أحد المراكز اللي يلعب بها ممكن جناح يمين يقدر يلعب وجناح يسار، هو لاعب متعدد، وهذا الشيء خلاه أشبه بمهاجم يقدر يصنع لعب ويقدر يسجل.
وهذه المهام اللي تشوفها ممكن بلاعبين كثيرين على غرار بنزيمة بالسنين الأخيرة أو بهذا الموسم بعد الكورونا. تشوف بنزيمة متواجد بكل مكان، يستلم كرة يصنع ويسجل همين، إذا ما سجل مرات يصنع. علاء عباس نفس هذا الطراز. إذا أريد أشبه لكم ستايل علاء عباس، ممكن أشبهه بالجزائري بغداد ونجاح. الأسلوب متشابه، يساعد الفريق، ما يقعد ينتظر كرة تجي على مود يسجل، لا، تلقاه بكل مكان، التمركز مالته صحيح. فعلاء عباس برأيي هو مهاجم رائع، مهاجم يفيد أي نادي يلعب له. وبنفس الوقت أعتبر علاء عباس مهاجم مظلوم، لأنه يسوي أدوار حلوة لكن المديح يروح لغيره، وهذا الشيء يعجبني أيضا بعلاء عباس، ما يهتم بي وما يتأثر. يعني لو أي لاعب بدل علاء عباس مسجل الهدف على إيران ومسجل أهداف حاسمة، كان شفتوا وضع غير، وكان شفتوا يمكن ألف واحد يحبه وألف واحد يريده. بس ما أعرف علاء عباس، سبحان الله، يمكن هذا التواضع هو اللي يخليه بعيد عن الأضواء. علاء عباس أعتبره من أفضل المهاجمين حاليا بالكرة العراقية، وأتمنى له التوفيق بمشواره الاحترافي. هذا كل ما عندي عن فيديو علاء عباس. أشوفكم خير يا رب، وقبل ما أقول لكم باي باي أشكركم على الدعم الجيد والمميز بالفيديوهات الأخيرة. مع السلامة.